لان احنا يعني خلال الفترة اللي فاتت اشتغلنا على مكونات ممكن تصنعها، والحكومة اشتغلت على ان هي تطرح ده لرجال الصناعة على اساس ان احنا نطلع شركات متوسطة او صغيرة او حتى متناهية الصغر تعمل في المجالات ديت، لانها زي ما قلت مرة قبل كده هي دراسات الجدوى بتاعتها منتهية. يعني ايه منتهية؟ يعني منتهية بان هي في عليها طلب احنا مستوردها من الخارج. انا بقول للاعلام ال100 منتج اذا كنت انا فاكر من دولة الرئيس لما اتكلمنا فيهم، ال100 منتج دول احنا محتاجين نحطهم على في الاعلام ونقول ان المنتج ده بيستهلك منه في مصر بنستورد منه ب50 مليون دولار مثلا. ده فرصة لو اتعمل في صناعة لي في مصر انت حت في سوق لي، ونتكلم في الموضوع دوت، ناخد في الموضوع ده شهر 2 3 ونحطه على مواقع التواصل الاجتماعي عشان نقول لشبابنا والراغبين في الاستثمار في مصر ان مش بس احنا تعال انت مثلا لوزارة الاستثمار او للتجارة والصناعة عشان تعرف، لا احنا هنتيح الفكرة ونتيح المشروع اللي بنقول ان هو عنده فرصة احنا عرفناها من خلال حجم الاستيراد اللي احنا بنقوم بيه لهذا المنتج، مستلزمات انتاج يعني، بقت في فرصة لها. فانا بقول لك تعالى اشتغل في ده على طول ما تقلقش، بس طلعه بنفس الكفاءة، وده احنا بنستورد منه زي ما قلت كده، ويبقى الموضوع متسيطر عليه بشكل او باخر. فانا بس بحب اقول ان احنا محتاجين مزيد من الطرح لهذا الموضوع. انا طبعا زي ما قلت في الموضوع التأمين الصحي مش عايز اتكلم فيه عليه تاني، وبقول ان احنا اطلقناه ولازم ننجحه. مش بقول احنا الحكومة، احنا المصريين لازم ننجحه، هو حين حياتنا. طب انا هقول لكم، كنت اتمنى ان الكلام ده برضو يتقال، احنا الرقم اللي هو المتوسط العام لتكلفة العلاج المقدم على مستوى الدولة، والدكتور معيتي يردني لو سمحت، كنت اتمنى انك وتتكلم فيه، كام؟ 180 جنيه مش كده؟ اي ماشي، انا بس حبيت افكر نفسي الرقم. الرقم القديم كان على مستوى بنقول 180 جنيه، في الرقم الجديد الدولة مسؤولة عن 2000 جنيه 2100 جنيه مش كده؟ بالظبط للمواطن الواحد. اتكلم بقى يا دكتور. هو النظام الحالي ونتيجة لضعف الملاءة المالية بتاعته على مدار 55 سنة ما قدرش يلبي طموحات الشعب المصري في مستوى جودة طبية، وما قدرش يغطي الشعب المصري كله. وعشان كده احنا قلنا في النظام الحالي انا بغطي الشخص الذي يعمل لدى الغير، وبعض البرامج اللي هي خدت الطفل دون سن المدرسة والطفل في المدرسة والمرأة المعيدة، لكن ما غطاش الأسرة المصرية. النظام ده بيلغي الكلام ده وبيدخل الأسرة المصرية بالكامل، سواء الزوجة الأطفال سواء الزوج، وبالتالي بيعمل تأمين صحي للأسر المصرية طول ما احنا ماشيين، وبيعمل عملية التغطية على مطار الفترة الزمنية المقدرة ممكن من 13 ل 15 سنة بحسب الملاءة المالية. احنا بنقول لو ان احنا النهاردة بنقول ان انا عاوز اجيب متوسط تكلفة الفرد على الجودة المخططة فبنقول 2100 جنيه، لو انا بدخل ال 100 مليون النهاردة يبقى انا عاوز 210 مليار جنيه. ولكن احنا عاملين حسابنا ان التدرج ده وانا ماشي هيوصلني الى ان في نهاية ال 15 سنة متوسط تكلفة تقريبا توصل ل 6000 جنيه للفرد على مدار 50 سنة مع الجودة مع التضخم. يومها لو انا عندي ال 100 مليون يبقى بتكلم في 600 مليار جنيه. همولهم ازاي؟ من 3 جهات محددينها في الدراسة. أول جهة اشتراكات المواطنين، ودي هتمثل من 35 ل 40% من تكلفة هذا النظام. الجزء الثاني هي الموارد الإضافية اللي زي المساهمة التكافلية وزي الرسوم اللي بنفرضها على السجاير أو مشتقات التبغ أو خلافه، دي برضو هتشيل حوالي 30% من النظام، بالإضافة إلى مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة غير قادرة اللي بتقدر ب 35% من المجتمع المصري، دي مقدر انها تشيل برضو حوالي 35 الى 40% من هذا النظام. طول ما احنا ماشيين بهذا الوضع بنضمن السلامة والملاءة المالية، لو ان احنا برضو عاملين دراسات اكتوارية بحيث انه في اي وقت حسينا ان الملاءة المالية لهذا النظام وهي العامل الاساسي لنجاحه، لانه في وقت من الاوقات لو ما ضمنتش الملاءة المالية هيبقى حاجة من الاثنين، يا اما النظام ينهار يا اما الجودة تتدهور معاه.
الوقت. وعشان كده حريصين انه كل 3 سنين نراجع هذا النظام من الناحية المالية لضمان ان انا لو في عندي خلل اصلح هذا الخلل. وانا بعتقد انه العبء المالي اللي بدأنا به على المواطن هو عبء مقبول ومقدر بالمقارنة بانظمة لدول ودول عتيدة ودول بقالها اكتر من 100 سنة في هذه النظم بتقابل تحديات مالية ضخمة جدا لاستمرارية هذا النظام وقدرته على انه يستمر في اداء خدمة صحية ذات جودة مرضية للمواطنين. انا بس حبيت اسمعكم قد ايه الموضوع كان واخد دراسات خلال السنوات الماضيه عشان اللي احنا اطلقناه النهارده. فانا بتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله هنا في بورسعيد نفرح كلنا بالنظام ده ويعمل نقله عظيمه جدا جدا في العلاج المقدم لاهالي بورسعيد. والف الف مبروك، الف مبروك، شكرا جزيلا.